خلونا نحاول قدر الامكان برضو نفهم ونشرح ونبسط لحضرتك علشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه عامله ازاي. دكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي موجود معانا على التليفون. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضراتكم كل الساده المشاهدين الكرام، وكل بخير وبصحه وبسلام يا رب. والله امين يا رب العالمين. ممكن بعد اذنك تشرح لنا المشهد؟ المشهد النهارده احنا طبعا لقينا مجموعه كبيره من القرارات المهمه، قرار استثنائي طبعا، او خلينا نقول يعني كان متوقع ان هو يكون على يوم الخميس القادم، لكن النهارده طبعا اجتماع المركز يعني اللي عمله الطارئ ورفع اسعار الفايده بمقدار 1%، وده يعني احنا كنا بنسبه كبيره جدا متوقعين هذا الامر نتيجه طبعا للارتفاعات اللي حصلت في معدلات التضخم الفتره الاخيره، وكمان علشان الفدرالي يمكن الاسبوع الماضي رفع 0.25%، وكمان الفدرالي لما رفع 0.25% هو كمان يمكن اشار الى ان ممكن يكون في يعني زيادات اخرى في اسعار الفايده في الاقتصاد الامريكي. الخبراء الاقتصاديين في امريكا بيتوقعوا ان الفدرالي الامريكي يبقى لسه عنده من خمس لست قرارات بالضبط اخرى قد تتعلق بالرفع الفايده هناك من الفدرالي الامريكي. من 3 لـ 6 يمكن هو ده المؤشرات، ولغايه دلوقتي بدوا علشان الساده المشاهدين يكون عندهم المعلومه كامله، هي الفكره كلها الاقتصاد الامريكي عنده معدل تضخم 7.9% هو الاعلى على مدار 40 سنه، احنا بنتحدث عن الاقتصاد الاكبر والاقوى على مستوى العالم، فبالتالي هو ابتدى يتجه لرفع اسعار الفايده علشان يحاول ان هو يعني يعالج جزء من معدلات التضخم ديت، بالتالي لازم الاقتصادات الناشئه والاخذه في النمو والناميه ان هي كمان تبتدي ان هي ترفع من اسعار الفايده علشان في يعني خلينا نقول منافسه ما طبعا بين كافه الدول على الهوت ماني وعلى الاستثمارات بشكل عام، يعني حتى لو كانت استثمارات مباشره وغير مباشره هي في النهايه يعني حرب مرتبطه، يعني مش هقول حرب بالمعنى العسكري لكن هي منافسه في اطار سعي الدول لجذب اكبر قدر من الاستثمارات لديها، وفي نفس الوقت العمل على تقليل معدلات التضخم. الازمه الروسيه الاوكرانيه يمكن للاسف الشديد استمرارها والعقوبات كمان اللي فرضها الغرب، يعني خلينا نقول ان هي لم تعاقب روسيا فقط ولكن العالم كله صحيح تاثر بهذه العقوبات بمنتهى الصراحه دون الدفاع عن دوله او اعتراض الدوله، لكن انا بتكلم على الشق الاقتصادي، انا يعني لا اتحدث عن الجانب العسكري او الحرب، لكن انا بتحدث عن عقوبات تم فرضها اصابت الاقتصاد العالمي اللي لسه لغايه اللحظه دي لم يتعافى بشكل كبير من جائحه كورونا. الدوله المصريه يحسب لها اداره الازمه باحترافيه، لان احنا كمان مش شفنا بس القرارات المرتبطه بالمركزي، لكن الفكره والمهم ان لازم كلنا نبقى يعني سعداء بيه ان فن اداره الازمه ده موضوع يعني يعني نتكلم فيه ساعات كتيره جدا، لان انا المشهد اللي انا شفته النهارده نفس يمكن المشهد بتاع كورونا لما شفنا في بدايه الازمه ولقينا مجلس الوزراء ولقينا البنك المركزي ولقينا ان في مؤسسات كلها بتتعاون وبتنسق الامور ما بينها وبين بعضها علشان تحمي المواطن المصري من خطر اقتصادي ممكن يكون موجود قبل حتى ما يكون خطر صحي حتى مرتبط بتداعيات كورونا. نفس الموضوع احنا شايفين يمكن وضع صعب جدا على مستوى الاقتصاد العالمي، معدلات تضخم ابتدت تزيد عالميا، جزء منه تضخم مستورد ابتدى يصيب الاقتصاد المصري، موجه الاسعار ابتدت تزيد نسبيا الفتره الاخيره، ابتدت الدوله تتدخل بحزمه اقتصاديه كبيره، سواء جزء مرتبط بالسياسات النقديه برفع اسعار الفايده، وكمان شفنا بعض البنوك اللي قدمت شهادات استثمار 18%، على الجانب الاخر شفنا 130 مليار جنيه بيتم ضخها في عديد من النقاط المهمه جدا لحمايه محدود الدخل، وبالتالي عمليات التنسيق ديت هتقدر ان هي قدر المستطاع تقلل من الازمه اللي يمكن من اهم الصفات اللي بتتميز بيها انها حاله من حالات عدم اليقين، ما حدش يقدر يتوقع
هتنتهي امتى وهتنتهي على انهي شكل. لكن اعتقد اللي احنا قمنا بيه في الفتره الحاليه هو يعني باذن الله يقدر يقلل بشكل واضح من تداعيات هذه الازمه اقتصاديا على المواطن وبالاخص طبعا محدود الدخل. طيب هنا بيبقى الدولة خدت مجموعة من الإجراءات مشكورة جدا عليها، لكن كمان أنا عايز أروح إلى القطاع الاستثماري والصناعي، القطاع الخاص بشكل عام مفروض يشتغل في أي إطار، بحيث أنه مش بس بقى يفعل هذه الإجراءات، لا هو كمان يساعد نفسه ويساعد الوضع الاقتصادي المصري. كذا الحال الهاوس هولد المصري أو الأسر المصرية، ماذا يجب عليها أن تقوم أيضا لمساعدة نفسها ولمساعدة هذا الاقتصاد الناشئ الاقتصاد المصري؟ خلينا نقول أن القطاع الخاص وبالأخص يمكن كمان إحنا شفنا مجموعة من القرارات مهمة جدا. يعني إحنا دلوقتي لما الدولة تعلن عن تحملها لقيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات، إحنا بنتكلم على ما يقرب من حوالي 3.75، يعني ما يقرب من حوالي 4 مليار إلا ربع، فبالتالي رقم ليس بقليل. لما يتم التجديد العمل بالقانون الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة لغاية 31 ديسمبر القادم، لما يتم كمان النظر للبورصة المصرية في مجموعة من القوانين، سواء جزء كمان بتاع الضريبة اللي كان يمكن عامل يعني شوية كده ما بين شد وجذب خلال الفترة اللي فاتت، جزء كمان بتاع تحديد الدولار الجمركي 16 جنيه لمستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، وده كمان يمكن موضوع مهم جدا الدولة قدرت إن هي تقوم بيه، علشان برضه احنا كلنا كان اول لما شفنا الجزء الخاص بيه تخفيض سعر الصرف اليوم باكثر من حوالي 11%، كلنا يمكن ابتدينا يعني نشوف طب مستلزمات الانتاج، ما هي لما هتزيد تكاليف الانتاج هتبتدي هي كمان تتحرك طبعا. وبالتالي اسعار السلع النهائيه هتتحرك، يبقى احنا دلوقتي فيمكن موضوع ان يبقى في دولار جمركي ب 16 جنيه. وخلينا بعد نوضحها سريعا، هي فكرة الدولار الجمركي ان الجمارك على فرض ان واحد بيستورد، احد المستوردين بيستورد وعليه 1000 دولار، فهو مش بيدفع 1000 دولار، هو بيدفع ما يعادلها بالجنيه المصري اللي هم يبقوا 16000 جنيه. طيب. انا مثبته له عند 16 علشان دلوقتي يمكن مع قرار التخفيض احنا شايفين يمكن حصل تطور شوية في سعر الصرف، احنا يمكن اخر حاجة شفناها كانت حوالي ما يقرب من 18 جنيه وخصوص، فبالتالي ده كان هيصعب طبعا الامر على مستلزمات الانتاج واسعارها، فيمكن موضوع الدولار الجمركي هيقلل بشكل كبير من هذا الامر. وعلى فكره 16 ده اقل حتى من ما قبل قرار تخفيض سعر الصرف اليوم، فبالتالي ده يعتبر يعني سعر جيد جدا. الحاجة الثانية هو ان فرصة كبيرة جدا ان القطاع الانتاجي بشكل عام سواء كان في الزراعة او في الصناعة او في السياحة غيرها من القطاعات ان هو يستفيد من قرارات كتيرة جدا الدولة النهاردة بتوجهها للقطاع دوت. يعني خلينا اقول لحضرتك ان قطاع السياحة على سبيل المثال من اكثر القطاعات اللي تستفيد من تخفيض سعر الصرف، لان في النهاية انت بتزود من اعداد السائحين بالنسبه لك، وده هيبقى بالنسبه لك انتعاشه، وهيقدر يخلي الدوله تستفيد من جنسيات اخرى يمكن مقارنه او يعني اكثر من يعني الروس والاوكران اللي هم كانوا يمكن ليهم يعني نصيب اكبر من السياحه. لكن طبعا انت مع التخفيض ده هتقدر ان انت تجذب اسواق اخرى طبعا. عندنا كمان ملف التحويلات المصريين من الخارج هيستفيد من شهادات الاستثمار 18%، هيستفيد من الجزء الخاص بسعر الصرف. الصادرات المصريه هتستفيد ايضا من هذا القرار، فبالتالي هو قرارات ان شاء الله باذن الله يكون لها مردود ايجابي على زياده المصادر الدولاريه للاقتصاد المصري، ويكون لها باذن الله مردود ايجابي كمان على تراجع معدلات التضخم اللي الدوله حاولت ان هي يبقى في تنسيق ما بين ادوات ماليه وادوات نقديه للتعامل مع هذا الامر. باذن الله. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر لخبيرنا الاقتصادي دكتور علي الادريسي استاذ الاقتصاد الدولي.